انت بقى لسه تلميز ولا كبرت؟ بتتريق يا جي مش كده؟ لا بس حبيت افوقك شوي. لا انا فايق كويس قوي، بس انت بقى خدي بالك، عشان انا صحيح ابان لذيذ ولطيف، بس طريقي كله نجر. ماشي يا سكر. الله، حلوه قوي سكر دي. تعرف ان انا كان نفسي حد يدلعني من زمان. ده انت قديم قوي. طب ما تعملي صيانه وتعيدي البرمجه، يمكن تكتشفي اللي محدش اكتشفه. ده انا هفضح امك النهارده. ايه ده، انت مين؟ هات اللي خدته. يلا خدت مني يا بنت انت. يلا غوري. اغور ايه؟ ده انا جايه بقى النهارده ومشعشعه معايا، اوديك في 60 داهيه. روح على شطره شوفي مين ضحك عليكي، وما ترميش بلاكي على الناس. انت عايزه ايه؟ روحي اطلعي بره. لا انا مش هطلع بره غير لما اخد حقي منه. حقك في ايه؟ ما تقولي حقك في ايه. انا خدت منك حاجه، ليكي عندي حاجه، ولو ليكي عندي حاجه بتاعت ايه؟ تمن ايه يعني؟ فهميني عشان ابقى فاهم والناس كلها تعرف. اه يا واطي، انت كده بتغلطي وهتودي نفسك في 60 داهيه. بس انا عشان ابن ناس ومحترم مش هعمل معاكي الصح. اتفضل يا شاطره، انا برضو قلب ابيض وطيب، وعارف ان الفجر والحوجه يعملوا اكتر من كده. هي مش غلطتك انت، غلطتنا. بس خليك فاكر عملتك دي، علشان وحيات ابوك ما هعديها لك. احنا كنا بنقول ايه؟ اصل مصر دي غريبه قوي يا مدام دليدا. معقول في ناس بتنمي بلاها على البلاء مين كده؟ طب وحياتك انت، انا عمري ما شفتها ولا عرفتها ولا ليا اي علاقه بيها. دي حاجه غريبه جوا والله. تعرفها من امتى يا مدام دليدا؟ بقول لك عمري ما شفتها ولا عرفها ولا ليا اي. بقول لك تعرفها من امتى؟ من شهرين بس. شهرين يعني مستجده يعني؟ وانا فاتحها مدرسه. هو انت عايز تاكل وتشرب ما تدفعش الحساب؟ حد قال لصاحب المحل اللي ما ياخدش فاتورته اول باول. هو الاكل الاول ولا الحساب يا مدام دليدا؟ في حاجات كده لازم تتحسب وتتظبط عشان ما تخسريش. يا لهوي، تصدق زي ما يكون قاعده قدام عبد الحكيم بالظبط. واه واه، انا ابويا عليه فلوس ولا ايه؟ لا يا حادق، هنا الدفع قبل الاكل. نظام حلو برضك. يا مراري الطافح، ده الغلب ده، ده هيفضحونا. بس هقول ايه، احنا اللي غلطنا وسبناهم كده على حل شعرهم. ايه بنات، ولا همهم حاجة ولا في مخهم حاجة خالص. طب قسما بالله وحياة المصطفى، الهي دمي يسيل زي النيل وما حدش يعرف يلمه. انا شفت البت وهي في حضن الواد. خلاص كفايه منك ليه، كفايه. ما خلاصش عشان انت طول الوقت تغلطني وتقول اني غيرانه من كريمه. طب صح انا غيرانه، فوزيه كمان غيرانه ليه؟ شفتي يا اخويا لسانها؟ شفت لسانها اللي عايز قطعه؟ شفت كيف بتفكر؟ ودلوقتي يقولوا ان انت كنت عاوز تقتل البت بعد ما شفتها مع الواد، والف من هيصدقهم. الهي ما توعي يا كريمه، إلهي ربنا ياخدك انتي وبناتك قادر يا كريم. يا رب. جمانة، ايه رأيك في التقرير اللي كتبه قسم التسويق النهاردة؟ انا شايفة ان القسم ده كله لازم يتغير. فوار. حرام عليك. ايه حرام عليا؟ التقرير مش منطقي خالص ومش بتاع ناس عايزة تشتغل. احنا عاملين احسن قرية سياحية في مصر كلها، والاسعار اقل من اي مكان تاني. يعني مفروض ان المندوبين ينزلوا ياكلوا السوق اكل، مش كل اللي يجيبوه 10%. بس هقول لك حاجه، انا من بكره هنزل بنفسي وهوريك هقدر اعمل ايه، عشان تعرف ان انا مش متجنيه عليهم. شايف يا عم مروان، جمانة بقت بزنس وومن قد الدنيا. والله بقت خايف تشوفني اسوي كام وتبيعني. ولا مليارات الدنيا تيجي جنبك حاجه يا سليمان. انت مش عارف انت ايه. ايه؟ انت الراجل الوحيد اللي عرفته في حياتي، عارف هو عايز ايه. أما الراجل اللي مش عارف هو عايز إيه، يبقى صدقني مش راجل. ولا إيه؟ آسف. مراتك.
بنت عمي. الو ايوه يا زينب، في عمي في المستشفى. طب طيب ما تخافيش يا زينب، انا جاي انا جاي، ما تخافيش. ايدي ايدي ايدي. خير يا مروان؟ في هو عمك حصل له حاجه؟ ما اعرفش، لازم نروح له دلوقتي. طيب احنا لازم نيجي معاك. يلا بنروح معاك، استنوني اجيب الشنطه بس. اوكي يلا. هو ده اللي حصل، واطي ندل عايز ضرب الجزم عشان انتي بنت خايبه. ما انا بقى بصراحه استجدعتك وقلت مش همشي من هنا غير لما احكي لك على اللي حصل، يمكن يعني تعرفي تاخدي لي حقي منه. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ انسي ليه كده بس يا ست دليده؟ انت يا بنت انت هبله ولا ايه؟ بصي ما تبصيش للي حصل، الواد ده طلع انصح منك، خد منك كل اللي هو عايزه، وانت اللي لبست الليله وطلعتي منها على الفاضي، صح؟ بصي حبيبتي المهنه دي حك عليها بيت. لا لا ولا حاجه. يا بنت اسمعيني وانت ساكته وخلي بالك، انا قاعده بس كده معاكي عشان صعبت عليا وعشان بتفكريني بنفسي زمان ايام انا كنت كده هبله زيك. طيب خلاص قولي وانا سامعاكي. احنا وقفنا عند ايه؟ عند اصول المهنه. بصي بقى يا اختي، المهنه دي مخ داير عقل منور عشان تفهمي منها البني ادمين سواء رجاله ولا ستات، بس خلي بالك مش كل اللي انت هتكسبيه فلوس، في ناس هتاخدي منها علاقات، وفي ناس هتاخدي منها معلومات، وفي ناس بقى يا اختي لا مؤاخذة مش هتطلعي منهم غير بالقرشين بتوع الليل، ودول بقى ما تركزيش معاهم قوي. طب والنبي ما تعلميني. اعلمك ايه يا بت؟ خلاص انا بخ اعتزلت المهنة من زمان، انا زي ما انت شايفاني كده دلوقتي سيدة اعمال. طب وفيها ايه يعني؟ ما تعملي مني انا كمان سيدة اعمال. صعب؟ لا والله مش صعب، ده انا شاطرة وبفهم بسرعة. لو كنت صحيح شاطرة ما كانش واد زي ده ضحك عليكي. معلش اعتبريني كنت لسه بحبي. خلاص احطك تحت الاختبار وصدقيني هجيب مجموع. لا يا اختي انا مش فاتحاها هنا مكتب تنسيق، انا هنا يا طب يا الشارع. وحياتك عندي لا افتح اكاديمية. حالته صعبة قوي، نقلوها للإنعاش. طيب خلاص هاتي امال. طمني يا دكتور، بابا كويس مش كده؟ كويس رد عليا. البقاء لله. واحد واحد.